ناري من خلال هذا الشوط، نحمل كل الإثارة، نحمل كل التنافس، نحمل هذا الاندفاع الأول الذي انطلق بها شوطنا هنا محددا مسارا أولا لهذه المنافسة. على بركة الله وإلى مقدمة الشوط مباشرة تأتي إبداع على المركز الأول لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، بينما المركز الثاني جبارة في المركز الثاني سالم بن سعيد بن حضيرم آل اشتبيل الذي ينطلق مع المركز الثاني. نعود للمركز الثالث، وفي انطلاقة المركز الثالث من خلال هذه اللحظات التي تعلن هنا هذا التواجد وأثير في المركز الثالث لمحمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذه المنافسة، بينما المركز الرابع ثواني على المركز الرابع مطر بن محمد بالضبيعة الاشتبي، والمركز الخامس هنا انطلاقة الشيجي تأتي على المركز الخامس هادي بن أحمد بن حسن بثيمة العامري، بينما المركز السادس مباشرة إلى العزرة سالم بن راشد بن سيف الشحالي، والمركز السابع هي سلهودة خليفة بن علي بن خليفة الرميثي، وعلى المركز الثامن هنا في هذا الاندفاع الشاهينية لعلي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، بينما المركز التاسع الدرعي لهم بن راشد بن طالب المري، وعلى المركز العاشر الشاهينية محمد بن الصغير بالصايغ المزروعي. هذه هي أسماؤنا مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال انطلاق هذا الشوط المتميز المتابع هنا مباشرة من خلال هذه الاندفاعة الأولى التي تحمل التنافس وتحمل الانطلاق وتحمل تحدي هذه الفئة، فئة الكبار من الحولي والزمول. وهذا الشوط الأول شوط الحول المحليات الذي ينطلق هنا بحثا عن أول نواميس التميز في هذه الفترة الصباحية. عودة إلى المقدمة والبداية وإبداع لا تزال تبدع بأدائها وانطلاقها في هذا المكان والمركز الأول لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري في هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني جبارة في المركز الثاني لخالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم آل اشتبي الذي يطلق أيضا وجود جبارة على المركز الثاني في منافسة في أول أمتار هذا الشوط، بينما المركز الثالث ثواني ثواني في هذا الاندفاع مطر بن محمد بالضبيعة الاشتبيل الذي يطلق ثواني من خلال المنافسة ومن خلال تواجدها دائما في قمة التحديات. أثير تظهر على المركز الرابع في هذا الاندفاع القوي لراشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير في منافسة وانطلاق متواصل يحمل هذه الأسماء المتميزة في هذا الشوط الذي عبرنا به أول 3 كيلومترات، بينما رئيس الهجانة متواجدا مع سلهودة على المركز الرابع بهذا الشعار الذي انطلق دائما بشعار التميز في كل المشاركات خليفة بن علي بن خليفة الرميثي، وهنا على المركز السادس تظهر العزرة سالم بن راشد بن سيف الشعالي. يا سلام ممثلين أيضا هناك ميدان اللبسة يتواجدون في هذا الصباح في هذا التحدي في هذه الإثارة على أرضية هذا الميدان. المركز السابع ظهور الدرعية لهم بن راشد بن طالب بن شريم المري، وعلى المركز الذي يعلن أيضا هناك وجود الشاهينية علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، بينما المركز التاسع تظهر فيه الشاهينية محمد بصغير بصاير المزروعي، والمركز العاشر يا سلام على المركز العاشر سمح سالم بن راشد العويسي الذي يطلق أيضا هذا الاندفاع ويطلق هذا الانطلاق. إذا نبدأ من خلال هذا المسار في هذه اللحظة إلى المقدمة التي تبدأ بها مسارات الاندفاع الأولى في هذا الشوط، ونحن نقارب المنتصف ومنتصف هذا
الشوط الذي ينطلق سريعا، يحاول أن يبقى دائما في المقدمة حيث ستطير هذه الهجن هنا بعد منتصف المسافة للانطلاق النهائي لمسار البداية المميز. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، انطلقنا مع هذه اللحظات وعبرنا 4 كيلومترات في هذه الفترة الصباحية وهذا الشوط، ولا زالت إبداع، لا زالت إبداع على المركز الأول مقدمة هذا الشوط في هذا السن، سن الكبار، سن الإبداع والإمتاع بالفعل، مع وجود إبداع لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري الذي يطلق أيضا، وجود إبداع على المركز الأول. الخطر يأتي في المركز الثاني من وجود ثواني لمطر بن محمد بن ضبيعة، والمركز الثالث أثير على المركز الثالث في هذه التحديات الأولى التي تنطلق هنا لراشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير الذي يطلق أيضا، وجود أثير، خطر المنافسة هنا في هذه المراكز. المركز الرابع العزرة وجبارة تأتي على المركز الرابع في هذه اللحظات، خالد بن سالم بن سعيد بن حضير من اشتبي، يا سلام، في منافسة قوية هنا مع انطلاقة هذه اللحظات. المخضرم يتواجد هنا بشعاره في هذه الانطلاقة هنا في مسار التحليق، ولكن على مسار المنافسة في هذا الشوط. خالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم في هذه الانطلاقة في المركز الرابع، بينما رئيس الهجانة مع سلهود في خامس المراكز، سلهود لخليفة بن علي بن خليفة الرميثي في هذا الانطلاق. وعلى المركز السادس تعلن الانطلاقة بوجود الشعالي من خلال هذه اللحظة، العزرة سالم بن راشد بن سيف الشعالي الذي ينطلق مع المركز السادس في هذه الانطلاقات. وصلنا هنا من خلال هذا المسار، نتابع هذه الأسماء، نتابع هذه الانطلاقات والتغييرات على مقدمة هذا الشوط التي بدأت هنا في هذه اللحظة تحمل هذا الاندفاع، تحمل هذه الانطلاقة، تحمل هذه المسافة على أرضية هذا الميدان. تبدلت الأمور بعد 3 كيلومترات، بعد بوابة الانتصارات تحمل هذه البداية، تطير هناك على مقدمة هذا الشوط، تعلن هذه الانطلاقة الأولى بوجود أثير، راشد بن محمد بن راشد بن غدير الذي يطلق أيضا اندفاعة هذه اللحظة إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، أثير لراشد بن محمد بن راشد بن غدير في هذا الاندفاع القوي والذي يعلن هذا التواجد على أرضية هذا الميدان. الله 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 الله، بداية وانطلاق واندفاع ومسار متميز يعلن هذا التواجد. أثير تطير إلى المركز الأول وتحمل هذه البداية. يا سلام يا سلام يا سلام، تعبر هنا في لحظة انطلاق متميزة في مسار متميز يعلن تواجدها على مقدمة هذا الشوط. الله 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 الله، أثير على المركز الأول والمنافسة بدأت فردية، بينما المركز الثاني سلهود على المركز الثاني في هذا التحدي مع خليفة بن علي بن خليفة الرميثي. الهجانة قادمون في أشواط الهجن والتحديات، ثواني على المركز الثالث هنا مطر بن محمد بن ضبيعة من خلال وجود هذا الاسم الذي دائما ما يحضر في المنافسة، ولكن على المركز الرابع العزرة طارت إلى المركز الرابع، سالم بن راشد بن سيف الشعالي في هذا الانطلاق، ولكن أرى ظهور قادم من الدرعية لهم بن راشد بن طالب المري في هذه الانطلاقة. وهناك على المركز الخامس تغيير على المركز الخامس، تظهر في سمح سالم بن راشد العويسي، هذه أسماء المقدمة التي بدأت الآن، ولكن الأمور بدأت تتغير بوجود الشاهينية لمحمد بن صغير بصايغ المزروعي، هذه أسماؤنا. ونحن نقترب هنا نطالع لوحة الإعلان التي تعلن هذه النهاية وهذا الانطلاق، ثلاثية المقدمة التي تقود الصدارة في هذه اللحظة، أثير على المركز الأول، سلهود في المركز الثاني، وثواني على المركز الثالث. لتذكير أيضا هذه الأسماء ومن هو قادم ليكون حاضر، 1200
هنا مسافة النهاية الباقية من نهاية هذا الشوط واقترب المقتربون. شوف الأسماء التي بدأت الآن تقترب في هذا الانطلاق، تعلن هذا الاندفاع، تعلن هذه اللحظة المميزة في مسار هذا الشوط. والكيلومتر الأخير يفتح الأبواب للمنافسة والتحدي، وأثير تطير وتسير إلى خط النهاية تباعد في هذه الانطلاقة. يا سلام يا سلام، ممثل المرغم الدائم في كل المناسبات وفي كل التحديات ينطلق إلى المركز الأول. خلاص أعلن الكيلومتر الأخير، أدت هذه المهمة أثير بنجاح تام، بانطلاق تام، بمسار متميز ما شاء الله وتبارك الله. تكمل هذا الناموس وتعلن نفسها بطلة في هذا الشوط. الله 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 الله، الصدارة أثير، أثير راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاشتبي الذي ينطلق هنا مع مرغم. سلاما مرغم، سلام سلام مرغم، سلام سلام التحية في هذا الصباح. وناموس التميز الأول عادة كأثير عبر أثيري هذا الفضاء ما شاء الله تطير هناك على المركز الأول. راشد بن محمد بن راشد بن غدير الذي يطلق أيضا هذه الانطلاقة على مقدمة هذا الشوط، يحقق هذا الإنجاز الأول في هذه الفترة الصباحية. أول نواميس التميز الكبار تذهب إلى أثير، تطير إلى مرغم، تعلن هنا راشد بن محمد بن راشد بن غدير بطل هذا الشوط والمركز الأول. سلام يا مرغم سلام في هذه اللحظة المتميزة. المركز الثاني سمح سالم بن راشد العويسي الذي يصل في المركز الثاني، بينما المركز الثالث في هذه الانطلاقة درعية لهم بن راشد المري. وعلى المركز الرابع سلهود الخليفة بن علي بن خليفة الرميث، وهنا على المركز الخامس ثواني مطر بن محمد بالضبيعة. عودة إلى التوقيت، عودة إلى التنافس، عودة للاندفاع الذي أطلق أيضا هذا العنان في هذه اللحظات. 13 دقيقة وثانية واحدة وجزءا واحدا من الثانية هو التوقيت الزمني الذي صاحب انطلاقة أثير. تهانينا لراشد بن محمد بن راشد بن غدير في هذا التفوق على الشوط الأول. المركز الثاني يذهب إلى سمح سالم بن راشد العويسي ما شاء الله 13 دقيقة ثانيتين وأربعة من الأجزاء من الثانية أيضا تهانينا والناموس. والمركز الثالث كان من نصيب الدرعية اللي وصلت المركز الثالث لهوم بن راشد بن طالب المري مع هذه الانطلاقة، وأيضا 13 دقيقة 4 ثواني و7 من الأجزاء من الثانية.